بعدما كان يشكل فضاء ترفيهي لعين سبع متنفسا لسكان مقاطعة عين سبع والمناطق المجاورة لها، أصبح في السنوات الأخيرة يعاني من عدة مشاكل. الفضاء كان واحد الوقيته كان مزيان، ولكن هذه واحد 10 سنوات ولا شنو راه كتشوفوا غادي كيديغراد وكيمشي كلشي. انت كتشوف المساله الهنديه اللي فين كاين هذا اللاك كله مكرفس، وهذا الفضاء راه ما كيخش غير الساكنه ديال عين سبع. الفضاء راه كيولجوا ليه الناس من البرنوصيد، الحي المحمدي، سيدي مومن، الجماعه ديال سيدي مومن كلها باكملها تحرم ولا رشيد، والناس ديال عين سبع باكملهم تاعهم، لانه المتنفس الوحيد اللي كاين في هذه المنطقه، من غيره راه ما كاينش متنفس اخر. وعشو معار باش يبقى بحال هكا المتنفس يضيع بحال هكا ويمشي بحال هكا هباء، لان الا كانت شي جهه مسؤوله اللي كتستهدف هذا الفضاء، انه علاش الحاله اللي ولا فيها هذا راه مستهدف. راه هو في القرب ديال المقاطعه وبالقرب ديال العماله والمحكمه، راه كلش عدا يعني الناس ديال المسؤولين راه كيدوزوا صباح مساء من هنايا، لانه ما يمكنش ما يشوفوش هذه الحاله اللي وصل لها الفضاء. الصورة القاتمة لفضاء عين السبع لا تختلف كثيرا عما يعانيه الفضاء الرياضي المجاور له والذي يفتقد لعدة مرافق. لكن نهضروا على هذا المتنفس الوحيد اللي عندنا في هذه المنطقة اللي هو فضاء ميدان التحرير، اللي ما كتوجدش فيه أدنى الشروط، لا شروط الإضاءة، لا شروط الإنارة، الحراسة، النظافة، النظافة اللي قليلة والو ما كايناش. وهناك يتعرضوا الناس للسرقه، كيجي التريني كيولي متعرض للسرقه، كيولي متعرض للكريساج. واش غنقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما يزيد على 10 سنين وديما في هذه الحاله. يعني هاد الميادين اللي كتشوفوا، هاد الملاعب اللي كتشوفوا، انت كتشوف البانوات، كتشوف ما كاينش ارضيات، الارضيه ديال الهرس، ديال غادي تجي تلعب كره تمشي لداركم مهرس. كله كان في التيران ديال الباسكيت، كلشي تحفر، كلشي تكرفس، لانه ما كاينش العنايه، ما كاينش واحد السيروره ديال المراقبه. أمل الكثير من سكان عين سبع أن تعاد الروح من جديد لواحد من الفضاءات القليلة في مدينة الدار البيضاء.